السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا أهل الإسلام والإيمان. أبشروا فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما زلنا في سورة الفاتحة من التفسير القويم للقرآن الكريم، وتكلمنا في المرات الماضية، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وذكرنا جانبا من معاني هذه الآية العظيمة التي ألف فيها ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه كتابا عظيما جليلا، واسمه مدارج السالكين في منازل السائرين من إياك نعبد وإياك نستعين، أو بهذا المعنى. الآن نكمل في بعض معاني هذه الآية العظيمة. قال ابن القيم: وقد قيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، يعني عن سورة الفاتحة. ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب، والجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها. ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بها. هذا كلامه في زاد المعاد. قال ابن النقيب في مقدمة تفسيره: قدم العبادة لأنها وسيلة إلى تحصيل الاستعانة. وقال السيوطي: قال أبو طالب الثعلبي في تفسيره: وقد جمع في هذه الآية إبطال الجبر والقدر معا، وهذا الكلام في الإكليل في استنباط التنزيل. انتهى كلامه وقلت: وإبطال بدعة الجبرية بإثبات اختيارنا لعبادة الله من قوله تعالى: إياك نعبد، وإبطال بدعة القدرية هو في قوله تبارك وتعالى: إياك نستعين. يعني أنه لا عون لنا ولا اختيار لنا إلا بتوفيق الله وإلا بإرادة الله تبارك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية من الأنعام. والحديث صححه الألباني في شرح الطحاوية، وحسن الأرناؤوط إسناده في مسند أحمد. انتهى الكلام. قلت: وفي إسناد المسند مسند أحمد عاصم ابن أبي بهدلة قال ابن حجر صدوق. قلت: وقد وجدته أيضا بإسناد رجال وثقات في مسند البزار. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا بتعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وهذا كلام في التفسير القيم. انتهى. قلت: ويعني بتعريف الإضافة قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. فصراط مضاف، والذين الجملة، الذين الاسم الموصول هنا في محل جر مضاف إليه. قال السيوطي: والتقدير اهدنا إلى الصراط، فحذف إلى دليله قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم في الشورى، وقوله تعالى: ويهديهم إليه صراطا مستقيما في النساء، لأن العرب تقول: هديته إلى الطريق، فإذا قال هديته الطريق فقد حذف إلى، وهذا الكلام في إعراب القرآن. انتهى. قلت: فسر الله قوله تعالى الذين أنعمت عليهم بقوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في النساء. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. صححه الألباني في صحيح الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في صحيح البخاري. قال ابن حجر العسقلاني: قال أهل العربية لا زائدة لتأكيد معنى نفي المفهوم من غير، لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت، وقيل لا بمعنى غير، والكلام في فتح الباري. انتهى. قلت: لا يصح أن يقال أن في القرآن ما هو زائد أبدا، ولو على سبيل المجاز أو على سبيل المعنى في اللغة، بل هو إما للتأكيد أو لمعنى إضافي، علم ذلك من علم وجهله من جهل. وسيأتي في تفسيرنا هذا وفي مواضع عديدة أقوال أهل العلم في تحريم ذلك، يعني كلمة زائد عن أي شيء أو عن أي حرف في القرآن.
ومن الذين نقلت عنهم هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن هشام الأنصاري. قال ابن القيم الجوزية: وأما تقديم المغضوب عليهم على الضالين فلوجوه، أحدها أنهم متقدمون عليهم بالزمان، الثاني أنهم كانوا هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين، يعني أقرب إليه من النصارى، فإنهم كانوا جيرانه في المدينة والنصارى كانت ديارهم نائية عنه، ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن الكريم أكثر من خطاب النصارى كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من السور. الثالث أن اليهود أغلظوا كفرا من النصارى، ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة والعقوبة، فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم، فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أحق وأهم بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم. الرابع وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم، والغضب ضد الإنعام، والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين، فقولك الناس منعم عليه ومغضوب عليه فكن من المنعم عليهم أحسن من قولك منعم عليه وضال، وهذا الكلام في بدائع الفوائد. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه، والضلالة منسوبا إلى من قام به، والغضب محذوفا فاعله، وهذا الكلام في بدائع الفوائد. قلت: والمقصود بالآية هم اليهود والنصارى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الآية تشمل على وجه العموم كل كافر مغضوب عليه وكل ضال مارق عن دين الله الحق، كما نقل ابن القيم في مدارج السالكين عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين هم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوا. قال ابن كثير: اشتملت هذه السورة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعالي وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه بالهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم في المجادلة، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا في الكهف، وقال: من يضلل الله فلا هدي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون في الأعراف، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم، من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي، وقد ورد فيها في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه في آل عمران، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.